احتفلت مملكة البحرين ليلة أمس بإحياء ليلة القرقعون في أجواء تراثية بامتياز تعود بنا إلى ذاكرة الزمن الجميل. في ليلة مضيئة يشع نورها علينا بشكل سنوي في هذا الوقت من كل عام. ينطلق الأطفال فيها بين الفرجان، يطرقون الأبواب بابتسامة مشرقة، يرددون معها أهزوجة القرقعون، يمضون خلالها أجواء تراثية بامتياز. طبعا احنا جدا سعيدين بالتواجد هنا في قلالي ودعم أنشطة جمعية الخالدية الشبابية في إحياء التراث الشعبي وتوفير منفذ لأطفال المنطقة إنهم يحسون بطعم التراث الشعبي التقليدي، وجدا سعيد بالفرحة الأطفال وبالجو الحلو اللي موجود اليوم. احنا في المحرق، احنا دائما في قرقعون نحرص ان نسوي بالطريقة التقليدية في الفريج عشان نعيد الأطفال حق تقاليدنا القديمة. حريصين في منطقة قلالي وأهل البحرين في الاحتفالات واحتفالات القرقعون. صج الحار اليوم وايد وذبحنا حار، بس قلوبنا وبيوتنا كلها مفتحة حق اليهال، حق وناسة اليهال. في هذا اليوم تتربع الفريسة على عرش الفرح والسرور، فتفتح لها الأبواب ليستقبلها أهل البيت، يصفقون ويمرحون لها لتترك بداخلهم ذكرى جميلة لا تنسى. أنظر كل سنة القرقعون عشان أقرقع واروح حق البيوت عشان يعطونا حلاوة. انا جاي من الكويت، جاي اقرقع بالبحرين. قرقيعانكم وايد حلو، وايد استانسنا وعطونا حلويات وايد، ورحنا بيت جيران وسمعت غنيات القرقعون واستانسنا. استانست في الاحتفال، وكل سنة يا قرقع اهلي في قلالي. واجد حلو القرقيعون، استانست واجد، كانوا يوزعون حلاوة وهدايا واجد. ننتظر كل سنة نفتر على البيوت نطلع، وايد استانسنا في القرقعون. في قلالي هنيك احنا نستانس في القرقعون، وبيوت مفتوحة نروح يعني نقرقع. اليوم قرقعنا حلو وحبيته وايد، لان احنا نروح صوب البيوت ونقرقع ونحصل قرقعون. هذه الأهزوجة التراثية العريقة تتردد على مسامعنا كل عام بذات الكلمات، نضرب بها ونتمايل فرحا على أنغامها الجميلة التي تأخذنا إلى ذلك الزمن الجميل. ملابس زاهية، أطفال فرحين يجوبون الفرجان فرحا، يطرقون الأبواب مرددين أهزوجة جميلة تتردد على مسامعنا كل عام، تحرك مشاعرنا وتعود بنا إلى ذلك الزمن الجميل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.